تواصلت فعالياته وندواته معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 وسط إقبال جماهيري كبير. تأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وتقام الفعاليات حتى 6 من فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب. رحلة عائلية تقوم على أساس ثقافي وتشترك معه فقرات أدبية وأخرى ترفيهية تستهدف الكبار والصغار. وفور دخول معرض الكتاب في نسخته 55 تجد عددا من النشاطات على الأبواب التي تجذب جميع الأعمار، وتتحرك العائلات بعد ذلك لتدخل إلى عالم الكتب بعلومها وخيالاتها، حيث قاعات وأجنحة الدول العربية التي اشتركت مع اتحاد الناشرين العرب لتحفيز رواد المعرض على القراءة بتخفيضات تصل إلى 40%. ولا يقتصر المعرض على الكتب فقط، فبجانب دور النشر ترى أيضا أجنحة للتوعية الثقافية والنفسية عن أمراض العصر، ومن أهمها الاكتئاب وكيفية التعامل معه، بالإضافة لعدد من الندوات التي تؤكد على ترسيخ الهوية المصرية. إحنا نازلين بتوعية، أوكي؟ توعية عن أغلى الناس إزاي نتعامل مع كبار السن، أوكي؟ ونازلين بحاجة اسمها أجوبة وأسئلة، أوكي؟ نجاوب تقريبا على نسبة 70% من أسئلة الناس عن الصحة النفسية وعن الأمراض المنتشرة. هناك إقبال شديد وكثيف من جمهور القراء وخاصة الشباب والأطفال على مكتبات دور النشر داخل أروقة المعرض، وهذا يفسر لنا أن هناك إقبال لدى الجيل الجديد من القراء. احنا في ندوة اليوم، ندوة عن المسرح الشعري نحو نظرية جديدة. مسرح يعني دراما، والشعر طبعا عارفينه، لكن هو الكتاب أعمق منه ويتكلم في ده، بيتكلم في أبعاد متعددة. البعد الأول إن هو بعد تعليمي، البعد الثاني إن هو بعد تاريخي ومؤسس ومؤصل، البعد الثالث وهو يتناول أزمة المسرح. يوم آخر للمعرض يستقبل عشرات الآلاف من المثقفين ومحبي القراءة بعد أن تخطت الأعداد في الأيام الأولى أكثر من 1,000,000 زائر. تنوع ثقافي وفكري وترفيهي وصحي تجده وسط أروقة معرض الكتاب في نسخته 55 الذي يأتي تحت شعار نصنع المعرفة ونصون الكلمة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.